يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة الرابعة والتسعون بعد المئتين يا امام شوقي, شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام, يا إمام شوقي, شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات, محطات الطريق فارغة. فارغة سألتحف الفراغ وغربة, وغربة الأيام هم تضحك أيامي وأشوفنك أنك هم تضحك أيامي وأشوف فنك. لو, حزن لو حزن أسود, أسود. يظل طول الطريق الدرب مو حش يا إمام مو حش مو حش يا إمام الدرب مو حش يا, يا, يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى أودع المغادرين واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب أصف فيك وأى نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك لك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والحسن هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الاربعون من حديثنا المعنوني بالعنوان المتقدم في الحلقات الماضيه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم وهذه الحلقه هي القسم الرابع من موضوع بداته في الحلقات المتقدمه يدور حول علامه من علامات ظهور امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه تظهر في حائط مسجد الكوفه لا اريد ان اكرر ما ذكرته في الحلقات المتقدمه وانما اذكركم باخر ما ذكرته في الحلقه الماضية كي أواصل حديثي من حيث توقف. تسلسل الحديث في الحلقة الماضية حتى وصلت إلى سؤال يطرح نفسه من خلال المقدمات التي ذكرت ولا اريد ان اعود اليها السؤال الذي يطرح نفسه هل بامكان الانسان ان يغير في مجريات الوقائع المستقبليه التي هو على علم بتفاصيلها وبكيفيه وقوعها اجبت بنعم ولكن لا بنحو مطلق بامكان الانسان ان يحدث تغييرا بدرجه واخرى في مجرى الاحداث المستقبليه اذا كان عالما بتفاصيل وقوعها قبل ان تقع وكان ممتلكا لامكانات تساعده في هذا الامر ما هي درجه نجاحه ما هي درجه فشله ما هي النتائج التي ستتحقق هل هي في صالحه ام ان النتائج ستكون معاكسه لما يريد هذه التفاصيل كثيره وكثيره جدا وانا هنا في مقام الاجمال حدثتكم عن الدعاء ومن انه يرد القضاء ولو ابرم ابراما ينقض القضاء كما ينقض السلك وان كان قد ابرم ابراما حدثتكم عن هذا خلاصه القول فان الدعاء وسيله من وسائل الانسان قطعا اذا توفرت شروط الاستجابه في الدعاء فانه وسيله من وسائل تغيير مجرى الوقائع في مستقبل الحياة في مستقبل الأيام مر هذا الكلام علينا لا اريد ان أقف عنده طويلا ذكرت لكم مثالا من الكتاب الكريم فيما يرتبط بولادة موسى النبي وماذا فعل فرعون في هذا الاتجاه حينما وصلت اليه معلومه مستقبليه من ان وليدا اسرائيليا سيولد في هذا الزمان في هذه السنين هو الذي سيقضي على ملكك ودولتك وكان الذي كان وقرات عليكم ايضا ما جاء في كتاب الارشاد لشيخنا المفيد ما يرتبط بقصه صلب ميثم التمار حينما ساله عبيد الله بن زياد الا لعنه عليه حينما ساله ماذا اخبرك صاحبك يشير الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن الذي سافعله بك مر الكلام علينا لا اريد ان اعود الى تلك التفاصيل لا زلنا في اجواء هذا السؤال وهذه المعطيات التي ذكرتها في الحلقه الماضيه واشرت اليها الان بنحو الاجمال، هذه المعطيات هي في جو الاجابه على هذا السؤال، هل يستطيع الانسان ان يغير من مجرى الوقائع؟ والاحداث المستقبليه اذا كان على علم بمجريات وقوعها هل بامكانه ان يفعل شيئا اجبت نعم ولكن بحدود وللموضوع كثير من التفاصيل وللموضوع كثير من الاحتمالات مثال مهم تحدثت عنه سورة يونس ما يرتبط بما جرى على قوم يونس النبي في الآية الثامنة والتسعين بعد البسملة من السورة فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بعد أن أقيمت عليها الحجج وانتهى الوقت الذي يُقبل فيه إيمانها حتى لو آمنت بعد ذلك فإن إيمانها لن يكون نافعا وهذا يعود بنا إلى قانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت هكذا هو المضمون الإجمالي لقانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا ايمانها متى في يوم الظهور حينما يؤمن الذين اقيمت عليهم الحجج زمان الغيبه وليس الذين لم تقم عليهم الحجج الذين لم تقم عليهم الحجج بامكانهم ان يؤمنوا في يوم الظهور وان ينتفعوا من ايمانهم الذين لن ينتفعوا من ايمانهم في يوم الظهور اولئك الذين اقيمت عليهم الحجج الكلام عن الشيعه وليس عن غيرهم الا اذا اقيمت حجج على غير الشيعه من نواصب السقيفة أو من غيرهم الواقع الذي نراه فإن الحجج لم تقم لا على أتباع السقيفة ولا على أتباع الديانات الأخرى لأننا نتحدث عن حجج لا بد أن تأتي في سياق يكون مقبولا يكون مقتنعا به عند الاطراف التي تقام عليها الحجج المسلمون في الغرب مثلا لا يستطيعون ان يقيموا الحجج على الغربيين في السياق المنطقي لقبول الحجه اتحدث بشكل عام ربما يستطيع بعض المسلمين ان يقيموا حجه في سياقها الصحيح على افراد من الغربيين انا لا اتحدث عن هذا المعنى وانما اتحدث عن قيام الحجه على المجتمع الغربي المسلمون لا يستطيعون ان يفعلوا ذلك لماذا لان الغربيين ينظرون الى الاسلام نظره سيئه ويمتلكون الوثائق على ذلك انها افعال المسلمين انه الارهاب والاجرام الاسلامي فضلا عن ان المسلمين الذين يعيشون في البلاد الغربيه لا يمثلون اسوه حسنه يتجلى الاسلام فيهم في جميع الاتجاهات المسلمون الذين يعيشون في العالم الغربي يعيشون في وضع متدن هكذا ينظر الغربيون اليهم والاسباب لا كما يقولون لكم من الغربيين ابدا الاسباب من المسلمين انفسهم قد يضحكون عليكم في الاعلام ويقولون لكم من ان السبب في ذلك من الغربيين انفسهم قد تكون بعض الاسباب التي هي في حاشيه الموضوع لكن الاسباب التي في المتن وفي المركز هي من المسلمين انفسهم لا من الغربيين الغربيون فتحوا الابواب للمسلمين وبامكانهم بامكانهم ان يكونوا على افضل حال لكنهم تعلموا ونشأوا على ان يكونوا دائما متخلفين متاخرين وفي اسفل القائمه ما هم المسلمون الذين يعيشون في البلاد الاسلاميه هكذا هم هم الذين جاءوا وعاشوا في البلاد الغربيه لا شأن لي بهذا الموضوع اعود الى قانون الغيبه والظهور يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل حينما اقيمت عليها الحجه زمان الغيبه الحديث عن الشيعه الذين اقيمت عليهم الحجج على سبيل المثال الذين يتابعون برامج قناه القمر من الشيعه المتدينين فان برامج هذه القناه وبامتياز تقيم الحجج على الشيعه بالحقائق والدقائق وبالادله والوثائق التي لا يستطيعون ان يقاوموها لو كان بامكان الشيعه ان يقاوموها لردوا عليها لا يستطيعون ان يردوا عليها لانها حقائق. نعم يشوهون سمعتي يشوهون سمعه قناه القمر يمنعون الناس من التواصل مع هذه القناه هذا امر يفعلونه على طول الخط. لكن هذا لا علاقه له بقوه الحجه ووضوحها وباقامه الحجه عليهم هذا شان اخر تلك مشكلتهم وذلك هو موقفهم من هذه الحجج القاطعه الواضحه انما اتحدث عن حجج قاطعه واضحه لا لانني اطرحها لانها ثقافة الكتاب والعترة هذه حجج تقام من عمق معارف محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أي حال قانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت او كسبت في ايمانها خيرا ومر الحديث في هذا المضمون لا اريد ان اكرره وان اعيده الكلام هنا في هذه الايه التي تلوتها عليكم قبل قليل هو هو فلولا كانت قريه امنت امنت حينما اقيمت عليها الحجج في السياق الصحيح لكنها رفضت وبعد ذلك في الوقت الضائع عادت فامنت فان ايمانها لن ينفعها لان الذي قدر لها في مستقبل ايامها هو الذي سيقع عليها فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس هؤلاء اقيمت عليهم الحجج وما استجابوا لها ودخلوا في الوقت الضائع ولكنهم استطاعوا بعلم من عالم عندهم ان يغيروا ما قدر لهم في مستقبل ايامهم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا لما امنوا في الوقت الضائع في الوقت الذي ما كان يقدر لايمانهم ان يكون نافعا لهم لان الحجج اقيمت عليهم ورفضوها وانتهت المهله ولا بد ان يواجهوا ما قدر لهم في مستقبل ايامهم الا قوم يونس فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها حينما امنت في الوقت الضائع في الوقت الذي لا ينفع ايمانهم حينئذ لان وقت نفع الايمان قد انتهى وهذا سيجري على الشيعه ما بين الغيبه والظهور هو هو هذه حالة استثنائيه في قوم يونس فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ماذا يحدثنا حديثهم حديث محمد وال محمد صلوات الله عليهم عن هذه الوقائع نذهب الى فاصل وبعد الفاصل اعود اليكم قال رسول الله صلى الله عليه واله سيأتي زمان على امتي لا يبقى من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس أقرأ عليكم من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان من الصفحة الخامسة والتسعين بعد المئتين القمي علي بن إبراهيم يقول حدثني أبي أبوه إبراهيم ابن هاشم القمي عن ابن أبي عمير إنه محمد ابن أبي عمير من أجلة أصحاب أئمتنا عن جميل إنه جميل ابن دراج من اصحاب امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يصفونه بانه اعبد اصحاب الصادق انا اقول لشباب الشيعه هل تعلمون ان جميل هذا ان جميلا ابن دراج كان في العشرين في عشرينات السنين من عمره وكان من ابرز اصحاب امامنا الصادق على اي حال جميل ابن دراج يحدثنا عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما رد الله العذاب الا عن قوم يونس مثل ما قالت الآية إنها الآية الثامنة والتسعون بعد البسملة من سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ما رد الله العذاب إلا عن قوم يونس لأن العذاب يأتي متى؟ في الوقت الضائع تقام الحجج على الأمم إذا استجابت الأمة للحجج هنيئا لها وإذا رفضت تعطى مهلة وبعد المهلة يبدأ الوقت الضائع وفي الوقت الضائع حينئذ ينزل العذاب وإذا نزل العذاب فليس هناك من أحد قادر على رده العذاب قد يكون ماديا والعذاب قد يكون معنويا في الأمم السابقة لأمة محمد صلى الله عليه واله كان العذاب ماديا في أمة محمد فإن العذاب عذاب معنوي حينما أعرضوا عن بيعة الغدير نزل بالأمة ما نزل من العذاب المعنوي ان ارتدت عن دينها وبقيت مرتده الى يومنا هذا وستبقى مرتده عن دينها الى يوم الظهور والامر هو هو مع الشيعه حينما نقضوا بيعه الغدير مثلما قال امام زماننا عن اكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي بعث بها الى الشيخ المفيد وهو يخاطب اكثر مراجع الشيعة مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعه ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون فما الذي حل بالشيعة أن تاه تيها هو أضعاف تيه بني إسرائيل وهذا هو الواقع الذي تعيشه الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي حوزته في النجف بدأ التيه من تلك اللحظة المشؤومة واخذ يتضاعف شيئا فشيئا حتى وصلنا الى هذه الحاله المرتكسه في ايامنا هذه وسيزداد الارتكاس شيئا فشيئا في قادم الايام قطعا هذا الارتكاس بسبب اكاذيب مراجعنا الذين تعلموا بعض علوم العتره الصحيحه واضافوا الى ذلك البعض اضعافه واضعاف اضعافه كما يقول امامنا الصادق من الاكاذيب علينا التي نحن براء منها الصادق يقول هذه الاضعاف المضاعفه من اكاذيب مراجع حوزة النجف وكربلاء هي التي تجعل تيه الشيعة أضعاف تيه بني إسرائيل وتلك عقوبة وذلك عذاب معنوي للشيعة أن جعلت قلوب الشيعة ميالة إلى هؤلاء الدجالين الكذابين مثلما يقول امير المؤمنين وهو يظهر عجبه واظهار العجب من امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لتنبيهنا والا فان الامير محيط بالحقائق وحقائق الحقائق والذي يكون محيطا بالحقائق وحقائق الحقائق فمن اين ياتيه العجب لكنه يستعمل الاساليب التعبيريه في الحديث لاجل تفهيمنا امير المؤمنين يظهر العجب من اي شيء مما أُشربت به قلوب هذه الأمة من أتباع السقيفة من حب الثاني من حب خلفاء السقيفة هذا الإشراب كان عقوبة الأمر هو هو في الشيعة التي أُشربت حب مراجع الدين الذين ينقضون بيعه الغدير. السياق الصحيح ان القلب الشيعي يكون ميالا الى الجهه التي لا تنقض بيعه الغدير. لماذا قلوب الشيعه مياله الى الجهه التي نقضت ولا زالت تنقض بيعه امير المؤمنين اتحدث عن بيعه الغدير قلوب الشيعه مياله اليهم وهذا العذاب المعنوي الذي حل بالشيعه وسبب للشيعه التيه الذي هو اضعاف تيه بني اسرائيل والحكايه مستمره اعود الى ما قاله امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما رد الله العذاب الا عن قوم يونس وكان يونس يدعوهم الى الاسلام الاسلام هو دين كل الأنبياء دين موسى الإسلام ودين عيسى الإسلام ودين أبينا أهدم الإسلام ودين إبراهيم الإسلام ودين يونس الإسلام الإسلام هو الدين على طول الخط هناك قاعدة قرآنية واضحة إن الدين عند الله الإسلام. هذه القاعدة ليست خاصة بزمان نبينا صلى الله عليه واله. هذه القاعدة تتحدث عن الدين على طول الخط حتى قبل أبينا آدم للأمم التي عاشت على هذه الأرض وحتى للامم الاخرى التي في كوننا الواسع الفسيح هذا الدين دين الله وهو دين واحد وهذا الدين عنوانه الاسلام ان الدين عند الله الاسلام وهذا الاسلام بحسب ثقافه الكتاب والعتره، الاسلام هو التسليم هذا تعريفه اذا سالك احد عن تعريف الاسلام وفقا لثقافه العتره الطاهره الاسلام هو التسليم التسليم لمن؟ التسليم لمحمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين في زماننا في زماننا الاسلام هو التسليم للحجه ابن الحسن العسكري هذا هو الاسلام وهذا الاسلام هو الايمان بعينه الاسلام والايمان بمعنى واحد قد يبدو ان الاسلام له تعريف وان الايمان له تعريف هذا الكلام ينطبق انطباقا واضحا في مرحله التنزيل ومرحله التنزيل قد نسخت منذ بيعه الغدير دخلنا في مرحله التاويل في مرحله التاويل الاسلام هو الايمان والايمان هو الاسلام واذا اردنا ان نفرق بين الاسلام والايمان في مرحله التاويل فهذا تفريق مجازي هذا تفريق فيه مسامحه فيه مساهله في مرحله التاويل الاسلام هو الايمان والايمان هو الاسلام في مرحلة التنزيل نعم هناك تفريق بين الاسلام والايمان. مشكلة مراجع حوزة النجف وكربلاء لا زالوا في مرحلة التنزيل على دين سخيفة بني ساعده. فدين سخيفة بني ساعده لا زال حبيسا في مرحلة التنزيل مع كل التحريف الذي حدث فيه. هم لم يتحركوا باتجاه مرحله التاويل ومن هنا جاء كفرهم ببيعه الغدير مراجع النجف وكربلاء حبسوا انفسهم في مرحله التنزيل ولم يتحركوا باتجاه مرحله التاويل هذا الموضوع تحدثت عنه مفصلا وكثيرا في برامج سابقه ما رد الله العذاب الا عن قوم يونس وكان يونس يدعوهم الى الاسلام فيأبون ذلك فهم ان يدعو عليهم وكان فيهم رجلان عابد وعالم وكان اسم احدهما مليخه هذا هو العابد العابد مليخه والاخر اسمه روبيل وهذا هو العالم فالعالم روبيل والعابد مليخه نحن عندنا في احاديثنا الشريفه من ان نوم العالم افضل من عباده العابد لان العالم يمتلك صوره واضحه اما العابد المشغول بعبادته من دون علم ذلك العالم فهو لا يمتلك صوره واضحه ومن هنا فان قيمه عبادته بمقدار ما يمتلك من الوضوح مثلما جاء في قوانين الصلاه عندنا لك من صلاتك ما اقبلت عليه انما يكون الاقبال على الصلاه حينما يكون الوضوح عند المصلي المصلي حينما لا يملك وضوحا فانه لن يقبل على صلاته انما يقبل المصلي على صلاته اذا كان ممتلكا لوضوح الرؤيه فبمقدار وضوح رؤيته يحصل من صلاته لك من صلاتك ما اقبلت عليه فنوم العالم خير من عباده العابد لان العالم حين ينام يوظف نومه بعد ان يستيقظ في دائره الوضوح التي يمتلكها النوم كما نعرف يجم القوى فالعالم حين ينام ينام لجمع قواه لشد قواه وهذه القوه التي يجمعها العالم سيوظفها في دائره وضوحه وضوح رؤيته ومن هنا فان نومه افضل من عباده ذلك العابد الذي لا يمتلك وضوحا للرؤيه الا بنزر يسير فنوم العالم أفضل من عبادة العابد. الدين أساسه أساسه العقل والعلم. أنا أقول لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن الدين أساسه العقل والعلم لا تقبل شيئا من الدين من دون عقل وعلم لا يضحك عليكم ضاحك بمنامات مكاشفات بهراء من القول بكرامات مكذوبه لهذا المرجع او ذاك الصوفي او هذا الدرويش لا يضحكون عليكم بهذا الدين اساسه العقل والعلم اذا ابتعد الدين عن العقل والعلم صار مزبله صار مزبله لا تاخذ دينا الى ان تموتوا من دون ان يكون مصاحبا للعقل السليم الواضح وللعلم الصريح البين الذي تتلالا حججه والذي يمنحكم وضوحا في الرؤيه الى ابعد الحدود دائما اقول فضائيه لا تمنحكم الوضوح اتركوها الا اذا اردتم ان تتابعوها كي تعرفوا ضلالها كي تعرفوا جهلها هذا شيء حسن ان تعرفوا ما يجري في زمانكم عالم يقال له عالم لا يمنحكم الوضوح هذا يعني انه لا يمتلك الوضوح ما هو بعالم هذا فر منه باقصى سرعه العالم الذي لا يمتلك وضوحا هذا ما هو بعالم هذا حمار مركب على شيطان الذي يقال له عالم وهو لا يمتلك الوضوح الدليل انه لا يستطيع ان يهبكم الوضوح فاقد الشيء لا يعطي اذا كان عاجزا عن ان يهبكم الوضوح اذا هو لا يمتلك الوضوح فما هو بعالم لا تخدعوا بالاسماء والمسميات وبالالقاب والبهارج الكاذبه علماء ال محمد يمتلكون الوضوح الكامل وعندهم القدره ان يمنحوا الاخرين الوضوح ان لم يكن العالم هكذا فهذا حمار مركب على شيطان هذا حمار مركب على شيطان سيضحك عليكم مثلما يضحك على نفسه المستحمره الشيطانيه أكثر من تسعين بالمئة من المراجع وعلماء حوزة النجف وكربلاء ومن أصحاب العمائم فيها من هذا النوع من النوع المستحمر الشيطاني هذا هو الواقع على الأقل من وجهة نظري والاكثر استحمارا والاكثر شيطنه الذين يقال لهم خطباء المنبر هؤلاء هم الاكثر استحمارا وانا اتحدث عن المشهورين لانني لا اتابع الجميع لكنني اتابع الذين تنقل الفضائيات الشيعيه مجالسهم حينما أستمع إليهم أستمع إلى مجموعة من الحمير من الحمير المركبين على الشياطين فإنني أستمع إلى حمار شيطان أتحدث عن الأعم الأغلب منهم عن أكثر من تسعين بالمئة من اصحاب العمائم من المراجع من اساتذه الحوزه من وكلاء المراجع ومن خطباء المنابر انهم حمير مركبون على شياطين او انهم شياطين قد ركبت على حمير حذاري حذاري من هذه الاصناف وكان فيهم رجلان في قوم يونس عابد وعالم وكان اسم احدهما مليخا هذا هو العابد والاخر اسمه روبيل وهو العالم فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم هذه مشورته ليونس ان يدعو على قومه بعد ان رفضوا الاستجابه للحجج التي اقيمت عليهم وكان العالم ينهاه ويقول لا تدعو عليهم فان الله يستجيب لك انت نبي اذا ما دعوت عليهم فان دعاءك سيستجاب وسيحل فيهم ما يحل فيهم فان الله يستجيب لك ولا يحب هلاك عباده الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك اجلالا لمقامك يا نبي الله لكن الله في الوقت نفسه لا يحب هلاك عباده فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم على قومه وكان العالم ينهاه ويقول لا تدعو عليهم فان الله يستجيب لك ولا يحب هلاك عباده فقبل قول العابد النبي يونس قبل قول العابد لانه راى قومه مستحقين للهلاك فقبل قول العابد ولم يقبل من العالم فدعا عليهم دعا يونس النبي على قومه فدعا عليهم قطعا هذا الدعاء في الوقت الضائع بعد ان اقام عليهم الحجج واعطاهم المهله الكافيه ولكنهم ردوا عليه بالباطل فدعا عليهم فاوحى الله عز وجل اليه يأتيهم العذاب في سنة كذا وكذا في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذا فقدر لقوم يونس العذاب فلما قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد مع مليخة وبقي العالم فيها بقي العالم في المنطقه التي فيها قوم يونس في مدينه قوم يونس فلما قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد وبقي العالم فيها فلما كان في ذلك اليوم نزل العذاب في اليوم الذي اخبر الله به يونس ويونس ايضا اخبر العابد والعالم ووصل الخبر الى قوم يونس فلما كان في ذلك اليوم نزل العذاب فقال العالم لهم يا قوم يا قوم افزعوا الى الله فلعله يرحمكم ويرد العذاب عنكم فقالوا كيف نصنع؟ قال اجتمعوا واخرجوا الى المفازه المفازه الصحراء الى الارض الخاليه قال اجتمعوا واخرجوا الى المفازه وفرقوا بين النساء والاولاد بين الامهات وابنائها وفرقوا بين النساء والاولاد وبين الابل واولادها وبين البقر واولادها وبين الغنم واولادها لان اصوات الاطفال سترتفع وكذلك اصوات اولاد الحيوانات سترتفع اجتمعوا واخرجوا الى المفازه الى الصحراء وفرقوا بين النساء والاولاد وبين الابل واولادها وبين البقر وأولادها وبين الغنم وأولادها ثم ابكوا ابكوا وادعوا فذهبوا وفعلوا ذلك وضجوا وبكوا فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب وفرق العذاب على الجبال الجبال التي كانت تحيط ببلادهم فإن العذاب قارب رؤوسهم فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب وفرق العذاب على الجبال وقد كان نزل وقرب منهم فأقبل يونس بعد ذلك لينظر كيف اهلكهم الله فراى الزارعين يزرعون في ارضهم قال لهم ما فعل قوم يونس فقالوا له ولم يعرفوه لانه قد جاءهم بعد مده فقالوا له ولم يعرفوه ان يونس دعا عليهم فاستجاب الله له ونزل العذاب عليهم فاجتمعوا وبكوا ودعوا فرحمهم الله وصرف ذلك عنهم وفرق العذاب على الجبال فهم اذا يطلبون يونس ليؤمنوا به هم في انتظار قدوم يونس الحكايه لها تفصيل فغضب يونس ومر على وجهه مغاضبا لله كما حكى الله الى اخر قصه يونس النبي ليس حديثنا عن قصه يونس النبي وانما عن قومه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نذهب إلى فاصل عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية فاخلع نعليك ما جاء في سوره طه فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الاشعري عن معنى اخلع نعليك قلت انه سعد الاشعري قلت فاخبرني يا مولاي عن التاويل فيهما قال ان موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي اني قد اخلصت لك المحبه مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لاهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا هناك الكثير من المعطيات ومن الحقائق ومن الامثله والشواهد في الكتاب الكريم وفي احاديث العتره الطاهره التي تدور مضامينها في هذه الاجواء في اجواء الاجابه على السؤال المتقدم الذكر هل بامكان الانسان ان يغير في مجريات الاحداث والوقائع المستقبليه إذا كان على علم بها قبل وقوعها. إنني أجبت بالإيجاب بنعم، لكن نعم هذه محدودة، هناك مجال للإنسان أن يغير في مجرى الأحداث لكنه لا يمتلك الحريه الكامله ولذا تلاحظون ان الامثله التي اوردتها لكم كل مثال له خصوصيته حدثتكم عن الدعاء الدعاء يرد القضاء ردا بالكامل حتى لو كان قد ابرم ابراما هذه حاله لها خصائصها وتفاصيلها انها قدره انسانيه للتحكم بالمستقبل ولكن في سياقها في حدود دائرتها بشرائطها وحقائقها وجئتكم بمثال ولاده موسى النبي وكيف ان فرعون اصدر الاوامر بذبح كل وليد في بني اسرائيل الحكايه بتفصيلها حيث مرت علينا في الحلقه الماضيه لها خصائصها لها تفاصيلها حكايه ميثم التمار مع عبيد الله بن زياد هي الاخرى لها خصائصها لها تفاصيلها لها مميزاتها حكايه قوم يونس كما قراتها عليكم من قرانهم المفسر بتفسيرهم هكذا بايعنا في بيعه الغدير ان نفسر القران بتفسير علي وال علي فقط لا كما فعل مراجع النجف وكربلاء السفهاء الذين نقضوا بيعه الغدير وفسروا القران بحسب المنهج العمري حسبنا كتاب الله واقعه نزول العذاب على قوم يونس لها خصائصها ولها تفاصيلها هذه الشواهد والامثله كنت قاصدا ان اختارها بشكل انتقائي فكل واقعه تمثل نماذج من الوقائع كل واقعه لها خصوصيتها قد تكون واقعه قوم يونس منفردة بلحاظ ما قبلها أما بلحاظ ما بعدها من بعد محمد صلى الله عليه وآله ودينه وبعثته من بعد بيعه الغدير وما جاء من مرحله التاويل في الدين فان التفاصيل تتبدل وتتغير قطعا هناك الكثير من الكلام بهذا الشان وبهذا الخصوص لكنني لا اجد وقتا كافيا كي اسهم في كل الاتجاهات وكي اذهب في كل الاحتمالات المنظوره بخصوص ما اتحدث عنه من ان الانسان يستطيع ان يغير في مجرى الاحداث والوقائع المستقبليه اذا كان عالما بتفاصيل وقوعها قبل وقوعها كما قلت لكم الاجابه نعم ولكن بحدود الاجابه نعم ولكن بقيود الموضوع متشعب الصور الموضوع متعدد الاتجاهات ما ذكرته لكم من امثله يعطيكم صوره اجماليه عن الموضوع الذي قادني للحديث عن هذا الموضوع ما ذكرته لكم من موقف المسؤولين في مسجد الكوفه حينما حدث الصدع في الحائط ولا اريد ان اكرر الكلام يمكنني لاجل المنفعه والاستفاده ان اضيف مثالا اخر انه علم المستقبليات علم المستقبليات ما هو بعلم جديد هذا العلم ضارب في القدم لكنه اهمل في الحضارات القديمه كانوا يهتمون بمثل هذا الامر وبعد ذلك انقرض هذا العلم لكنه عاد وبثوب جديد وبقوه عظيمه في عصرنا الحاضر انها دراسات المستقبليات انه علم المستقبل الذي يدرس الوقائع المستقبليه المتوقعه وفقا لنظريه البدائل المستقبليه كل واقعه هناك معطيات تشير الى امكان وقوعها في قادم الايام فإن علم المستقبليات يتناولها بالدرس. لابد أن تكون معطيات في مستوى العقلية أو في مستوى العقلانية قد تتساءلون وتقولون: هل هناك فارق؟ بين ما هو عقلي وبين ما هو عقلاني نعم هناك فارق كبير الامر العقلي امر نظري بحت امر يستنتج من بديهيات او مقدمات عقليه يحكم العقل بصحتها وقد تكون تلك البديهيات وتلك المقدمات النظريه ليست على مساس مع الواقع المادي على الارض لكنها ثابته في الافق العقلي البديهيات الرياضيه العميقه البديهيات الفلسفيه العميقه هذه بديهيات نظريه في الافق العقلي ما يستخرج على اساسها من نتائج من نظريات مركبه من حقائق يقطع العقل بصحتها هذا هو الامر العقلي امر نظري بحت حتى اذا لامس الجانب العملي في واقع حياتنا فانه يلامسه من جهه من الجهات بينما الامر العقلاني هو نتاج من ممازجه ما يحكم به العقل العملي العقل الذي يستند الى التجارب مع ملاحظة الاحكام العقلية في اصلها لكن جنوح الانسان يذهب باتجاه نتائج العقل العملي الذي هو نتاج للتجارب مع تطبيقه على واقع الحياه وعلى تفاصيل الماده على الارض هذا هو الامر العقلاني، الامر العقلاني شيء مختلف عن الامر العقلي ومن هنا توصف على سبيل المثال السياسه البراغماتيه توصف بانها عقلانيه ولا توصف بانها عقليه لاننا اذا اردنا ان نحاكمها مع البديهيات العقليه العميقه فان البديهيات العقليه العميقه ترفض المنهج الابراغماتي لكن العقلانيه تقبله لان المنهج الابراغماتي يحاول ان يوفق بين المصالح ودفع المضار مع ما يجري على ارض الواقع انها عمليه مواءمه انها عمليه صناعه معادلات جديده من هنا يقولون عن السياسه من انها فن الممكن انه الفن الذي من خلاله يمكن للسياسي ان يصنع معادلات قد تكون غريبه على المنهج العقلي البحت لكنها تاتي منسجمه مع المنهج العقلاني الذي يجنح الى المواءمه بين ما يمكن ان نستفيده من العقل في بعض الجهات وبين ما يمكن ان نوائمه من الواقع المادي من واقع الحياه مع تلك المستنتجات التي جئنا بها من عالم العقل انها العقلانيه العقلانيه قد تكون فلسفه العقلانيه قد تكون سياسه العقلانيه قد تكون مدرسه لتفعيل الدين اتحدث عن اي دين لتفعيل الدين في الواقع هناك من رجال الدين من يذهب بهذا الاتجاه العقلاني لتفعيل الدين على ارض الواقع العقلانيه لها اتجاهات كثيره انا لست بصدد الخوض في هذا الموضوع انما اعود في الحديث عن المستقبليات الحديث عن المستقبليات يقودني يمينا ويسارا هناك الكثير من العلوم والكثير من الثقافات اكون مضطرا للحديث عنها حينما اوجه نظري الى علم المستقبليات اننا نتحدث عن المستقبل فلا بد ان ننظر الى جهات كثيره حتى نستطيع ان نصوب انظارنا باتجاه المستقبل بشكل صحيح نذهب الى فاصل عن, عن عبد, الرحمن عبد الرحمن بن كثير, بن كثير. قال, قال كنت, كنت عند أبي عبد الله, عبد الله. إمامنا الصادق صلوات الله, الله عليه إذ دخل, إذ عليه, دخل عليه مهزم, مهزم الأسدي. الأسدي فقال, فقال أخبرني. أخبرني جعلت فداك متى, متى هذا الأمر, الأمر الذي تنتظرونه فقد طال فقال يا مهزم, مهزم كذب الوقاتون, الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن ان تكذب فلسنا نوقت لاحد وقتا اضرب لكم مثالا مما يدرس في علم المستقبليات هناك معطيات تشير الى ان واقعه في مستقبل منظور ستقع هنا ياتي علم المستقبليات كي يضع الاحتمالات للكيفيه او للطريقه او للهيئه او للوضعيه التي ستقع من خلالها تلك الواقعه ياخذون بنظر الاعتبار الزمان وخصائصه المكان وخصائصه الظروف الموضوعيه التي يمكن ان تكون قريبه من تفاصيل هذه الواقعه وماذا ينتج عنها كل واقعه لها عدد من الاحتمالات ربما يوجد لها احتمالان وربما يوجد لها اكثر اضرب لكم مثالا الدوارات الدوار الذي تلتقي عنده الطرق النقاط التي تفترق منها الطرق وتلتقي عندها الطرق هناك دوار تتفرع منه اربعه طرق وهناك دوار تتفرع منه ثلاثه طرق وهناك دوار تتفرع منه ثمانيه طرق في بعض الدول التي سافرت اليها شاهدت دوارات تتفرع منها طرق اكثر من هذا الذي ذكرته اذا اردنا ان ندرس مستقبل حركه سياره اتجهت الى الدوار نحن لا ندري اذا ما وصلت الى الدوار فهل تعود في الطريق نفسه الذي جاءت منه ام انها تذهب في طريق اخر اذا كان الدوار تتفرع منه اربعه طرق اذن هناك احتمالات اربعه قد تكون بعض الاحتمالات ضعيفه مثلا الطريق الذي جاءت منه هو متفرع من الدوار ايضا احتمال ضعيف جدا ان تعود السياره في هذا الطريق الذي وصلت من خلاله الى الدوار هناك طريق مسدود نهايته مسدوده ملامح السياره ملامح راكبها ملامح سائقها تقول انه ذاهب الى العمل هذا الطريق المسدود ليس فيه من دائره حكوميه ليس فيه من سوق بعيد جدا ان يذهب في هذا الاتجاه مع وجود الاحتمال طريق يذهب الى مناطق سكنيه وطريق يذهب الى الاسواق والشركات والدوائر الحكوميه الاحتمال الاكبر انه سيذهب باتجاه الطريق الذي يشتمل على الاسواق والشركات والمصانع ومحال العمل مع وجود الاحتمالات في جميع الطرق الطريق الذي جاءت منه السياره يمكن ان تعود فيه يمكن ان يدور حول الدوار ويعود في الطريق نفسه لكن المعطيات المتوفره لدينا تقول من ان الرجل ذاهب الى محل عمله مع وجود كل تلك الاحتمالات فناخذ كل احتمال وندرسه على حده وندرس نقاط القوه ونقاط الضعف وندرس الجوانب الايجابيه والجوانب السلبيه في الموضوع ونعطي احكاما ونتائج هل بامكاننا ان نغير في مجرى مستقبل حركه هذه السياره؟ اقول نعم ولكن بنسبة اذا شخصنا المسار يمكننا ان نضع بعض العوائق في طريق السياره قد نؤخر وصولها وقد يؤدي ذلك إلى حادث يؤدي بتدمير السيارة وبقتل راكبها وقد وقد ولكن هناك احتمال من أن راكب السيارة على درجة من الذكاء والخبره بامور الحياه وبمعرفه طريقه يستطيع ان يتجاوز كل ذلك وهناك احتمال الى اننا سنكون فاشلين في اعداد المقدمات ومن اننا لا ندرك الوقت فان سرعه حركه السياره تفوق سرعتنا في العمل الى غير ذلك من الامور هذا مثال تقريبي اذا كان الدوار يتفرع منه على سبيل المثال عشره طرق فهناك احتمالات بعدد هذه الطرق. وهكذا الوقائع التي تدرس في علم المستقبليات وفقا لنظريه البدائل المستقبليه انه تطبيق محدود لقانون البداء. من هنا قال ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من انه ما عبد الله بشيء مثلما عبد بالبدع هذه معارف اهل البيت لو اننا نحيط علما باسرار معارفهم لغيرنا واقعنا لكننا ماذا نصنع لمراجع الشيعه الذين داسوا على معارف اهل البيت باحذيتهم وذهبوا يركضون وراء النواصب علم المستقبليات في زماننا صار علما من أهم العلوم الاستراتيجية للجيوش وللمؤسسات الاقتصادية الكبيرة وللدول العظمى لعظمة هذا العلم لا يتحدثون عنه كثيرا في الإعلام انهم يحتفظون باسراره السبب ان المعلومه صارت هي الاغلى في زماننا وعلم المستقبليات يعتمد على المعلومات قطعا يعتمد على المعلومات الصحيحه يعتمد على المعلومات الدقيقه كلما كانت المعطيات وفيره وكلما كانت المعلومات دقيقه كلما استطاع عالم المستقبليات ان يصل الى النتائج التي تكون في حاله هي اقرب ما يمكن ان يكون عليه المستقبل مع هذه البرمجيات الالكترونيه العظيمه فان عمليه انمذجه المستقبل صارت متاحه لدارسي علم المستقبليات اخذوا يصنعون نماذج للمستقبل لمستقبل العالم اخذوا يصنعون نماذج لمستقبل الحياه وبشكل تفصيلي واخذوا يسالون هذه النماذج وهي التي تعطي الاجابات اين هم واين نحن اهل محمد وضعوا لنا نماذج المستقبل في قرانهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لكننا نحن الذين رفسنا كل ذلك بأحذيتنا اتحدث عن كبار مراجع حوزة الطوسي الذين يقضون حياتهم في البحث في شؤون ثقوب في اسفل جسم الانسان هم حائرون بتلك الثقوب عقولهم حائره بتلك الثقوب ماذا يدخل فيها وماذا يخرج منها وما هي المواد التي تخرج منها هل هي مواد سائله هل هي مواد صلبه وما درجه الصلابه تلك وهل تخرج الماده الغازيه منها او لا الى غير ذلك من عميق العلم الذي داخوا فيه ودوخوا الشيعه معهم. المجلدات والمجلدات في المكتبه الشيعيه الموسوعات الفقهيه الكبيره يقضون اعمارهم في تاليفها وهي هراء في هراء لا تخرج عن دائره هذه الثقوب انه دين الظروف ديننا دين الزروف ثقوب في جسم الانسان نحن حائرون بهذه الثقوب هذا هو علم حوزه النجف وكربلاء في الوقت الذي معارف اهل البيت اسرار ثقافه اهل البيت لا يفقهون منها شيئا وداسوا عليها باحذيتهم لماذا لان علم الرجال النهصبي يرفضها ماذا تتوقعون من وسيله تستجلب من النواصب وتحكم بحديث اهل البيت ماذا تتوقعون منها هل ستقدم للشيعه حديث اهل البيت في اجمل صوره ام انها ستمحق حديث اهل البيت هذا هو الذي جرى في واقعنا الشيعي ولكنكم يا ايها الشيعه لا تعقلون ولكنكم يا ايها الشيعه لا تسمعون لماذا لانكم ديخيون 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 اتحفونا 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 بالوثيقه الديخية ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخي بابا ما توصل النوبة النوبيه قال توصل اطمئن إيه؟ تركبهم يعني مش بش... اشياء اه... يعني... تركبهم وتقول لهم ديخ والله نص عبارة واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي استعجل وش جاي اقول لك تركب ها. يعني خلاقه اغاني شيني خلاقه اغاني شيني بقول لك بكي حركه فقش ديخ عربي فقش نفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعة. الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه حينما نُيمم انظارنا الى حديث العتره الطاهره اقرا عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة الطبعة طبعة أنوار الهدى هم المقدسة الطبعة الأولى في الصفحة الخامسة والستين بعد المئة لن أقرأ الأحاديث بكل تفاصيلها لأنني سأضطر إلى شرحها ولم يبقى عندي الكثير من وقت الحلقه وانما ساذهب الى العباره التي احتاجها بالضبط فيما اتحدث عنه الحديث الاول بسنده عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فعندها توقع الفرج صباحا ومساء متى فعندها عند هذه الأوضاع عند هذه الظروف التي نحن نعيشها الآن الإمام هكذا يقول أقرب أقرب ما يكون هذه العصابة العصابة المجموعة من الناس المجموعة القليلة فالشيعة قلة في زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهم قلة في زماننا أيضا بالقياس الى سائر الذين يقولون نحن مسلمون وبالقياس الى سائر الاديان الاخرى الشيعه قله حتى في زماننا هذا اقرب ما يكون هذه العصابه من الله وارضى ما يكون عنهم متى اقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم متى؟ إذا افتقدوا حجة الله فنحن نفتقده فحُجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه ما هو حالنا الآن هكذا أقرب ما يكون هذه العصابه من الله وأرضى ما يكون عنهم اذا افتقدوا حجة الله فحُجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون انه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه ميثاق الله بالنسبة لمراجع حوزة النجف وكربلاء هو باطل لأنهم نقضوا بيعة الغدير الدليل كيف يفسرون القرآن يفسرون القرآن ومنذ الطوسي وتفاسيرهم موجودة يفسرون القرآن بخلاف تفسير العترة الطاهرة كيف يستنبطون الاحكام؟ يستنبطون الاحكام بخلاف منهج العتره الطاهره. يستنبطون الاحكام وفقا لمنهج الشافعي. منهج العتره الطاهره هو منهج لحن القول. منهج المعاريض وهم لا يفقهون شيئا منه. لانهم لن يستطيعوا ان يفقهوه لرفضهم لأكثر من تسعين بالمئة من حديث العترة الطاهرة فكيف يدركون معارض الكلام وهم ينكرون هذا المقدار من حديث العترة وكيف يدركون لحن القول وهم لا يفسرون القرآن بتفسير العترة إنما يفسرون القرآن إما بآرائهم وإما بآراء نواصب سقيفة بني ساعدة المنهج قطعا جاء به من نواصب سقيفة بني ساعدة إنه المنهج العمري فهذه الرواية لا تتحدث عنه إنما تتحدث عن الذين صاروا وبقوا واستمروا اوفياء ببيعه الغدير ولبيعه الغدير هؤلاء هم اصحاب الميثاق مر علينا في الروايه ايضا حدثنا بها المفضل عن امامنا الصادق حديث الرايات المشتبهه من الذي ينجو حينما تتكفا السفينه بالشيعه لا ينجو الا من اخذ الله ميثاقه حديثهم واحد الدستور واحد القانون واحد اصل معارفهم واحد اصل الدين واحد يا علي يا علي أنت أصل الدين هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحُجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون انه لم تبطل حجه الله ولا ميثاقه فعندها فعندها توقع الفرج صباحا ومساء الى اخر الروايه موطن الشاهد هنا فعندها توقع الفرج صباحا ومساء الحديث الذي بعد هذا الحديث بنفس المضمون هناك حديث في الصفحة الحادية والستين بعد المئة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الثالث إذا أصبحت وأمسيت يوماً لا ترى فيه اماما من ال محمد فاحبب من كنت تحب وابغض من كنت تبغض انها الولايه والبراءه ووالي من كنت توالي الميزان في كل هذا فاطمه نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها وذلك هو مضمون بيعه الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله. تلاحظون ان الحقائق كلها تقودنا الى نتيجه واحده بيعه الغدير هي الميزان وهي الأساس إذا أصبحت وامسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي وانتظر الفرجة وانتظر الفرجة صباحا ومساء. الإمام هنا ما قال لنا توقعوا. قال انتظروا. هذا أشد من التوقع. حينما يقال لنا توقعوا. هناك احتمال كبير أن يتحقق الفرج. لكن حينما يقال لنا انتظروا سيتحقق الفرج فاحبب من كنت تحب وابغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي وانتظر الفرج صباحا ومساء فعندها توقع الفرج صباحا ومساء هذا التوقع هل هو توقع مبني على الخيال هل ان ائمتنا يتحدثون بهذا المنطقي ويوجهوننا ان نتوقع على اساس الخيال ان نتخيل امورا ووفقا لهذه الامور التي نتخيلها نتوقع الفرج نتيجه لذلك هذا كلام سخيف حدثتكم عن علم المستقبليات انما حدثتكم عن علم المستقبليات كي اقول لكم ان العالم يفكر بهذه الطريقه فهل ناتي ونفكر بهذه الطريقه السخيفه ان نبني توقعنا للفرج صباحا ومساء على اساس الخيال او ان نبني توقعنا للفرج صباحا ومساء على اساس المنامات والرؤى على اساس المكاشفات على اساس حسابات ارقام على اساس هراء يقوله هذا الصوفي او ذلك المتنبئ حتى وان صدق في بعض تنبؤاته نحن نتحدث عن مساله خطيره نتحدث عن امام زماننا نتحدث عن مصيرنا الاخروي فضلا عن المصير الدنيوي لهذه الحياه فحينما يامرنا ائمتنا ان نتوقع الفرج صباحا ومساء انهم لا يامروننا ولا يوجهوننا الى ان نبني توقعنا على خيالات او ان نبني توقعنا على منامات او على تنبؤات لهذا المتنبئ او ذاك او على حسابات لا نملك اساسا علميا قطعيا لمعرفه نتائجها انما هي مصادفات رقميه اتفاقات رقميه لا قيمه علميه لها ولا ثمن لها في سوق الحقائق تنتشر على الفضائيات وعلى المواقع الالكترونيه وفي الفيديوهات على اليوتيوب والناس ترتبط بها وهي لا حقيقه لها ائمتنا حين امرونا ان نتوقع الفرج صباحا ومساء انما ارادوا منا ان نبني توقعنا هذا على جهتين الجهه الاولى الجهه العقائديه الوجدانيه وهذه اصلها الحب والشوق والعشق والموده والارتباط بامام زماننا اما الجهه الثانيه انها المعطيات الصحيحه المعطيات الحقيقيه مثلما عرضت لكم جانبا منها في مجموعه هذه الحلقات لقد عرضت لكم ما عرضت من المعطيات الحقيقيه التي يريد منا ائمتنا ان نبني توقعنا المستقبلي على اساسها هذا هو السبب الذي جعلني افصل القول في الكثير من المعطيات وعلى سبيل المثال في علامه حائط مسجد الكوفه نذهب الى فاصل عن, عن امامنا, إمامنا الصادق صلوات الله, الله وسلامه الله عليه ان الله عز وجل اوضح بائمه الهدى من اهل بيت نبينا عن دينه وابلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من امه محمد صلى الله عليه واله واجب حق امامه وجد طعم حلاوه ايمانه وعلم فضل طلاوه اسلامه لان الله تبارك وتعالى نصب الامام علما لخلقه وجعله حجه على اهل مواده وعالمه والبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب الى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله الا بجهه اسبابه ولا يقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته توقعوا الفرج صباحا ومساء هذا هو الذي يريده منا ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين في التعامل والارتباط مع المشروع المهدوي لا مع امام زماننا مع امام زماننا نحن عبيده والعبد وما في يده لمولاه انما الحديث عن ارتباطنا بمشروعه وعنوان حلقاتنا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم وهذه ملامح التعظيم التي أتحدث عنها توقع الفرج صباحا ومساء هذا هو الارتباط بالمشروع المهدوي هكذا يريد منا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثل ما قلت لكم هناك جهتان على اساسهما نبني توقعنا الجهه الاولى جهه عقائديه معنويه وجدانيه بالضبط مثل ما جاء في هذه الزياره الشريفه اقرا عليكم من مفاتيح الجنان من زياره امام زماننا التي اولها السلام عليك يا خليفه الله وخليفه ابائه المهديين الى اخر الزياره الشريفه ماذا جاء فيها؟ جاء فيها هذه العبائر التي تنبئ عن الذي اتحدث عنه فلو تطاولت الدهور أتمنى أن تتدبروا معي في هذه الكلمات أمير المؤمنين يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر وهذه قراءة وعبادة في الوقت نفسه وعلم أيضا ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم نحن نحتاج إلى التفهم في العلم وإلى التدبر في القراءة وإلى التفكر في العبادة كما يقول سيد الأوصياء فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار أنني أخاطب بقية الله أخاطب صاحب الأمر إمام زماني فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار تمادت امتدت فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار امتدت طويلا كثيرا لم أزدد فيك إلا يقينا يا بقية الله لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك الا توكلا واعتمادا هذه علاقتي مع امام زماني دققوا النظر فيها فلو تطاولت الدهور وتمادت الاعمار يفترض في الشيعي ان يكون هكذا حقيقيا هكذا يفترض فيه لكننا لسنا كذلك نحاول ان نتمسك باهداب هذه المعاني نحاول ان نلتصق بقشور معانيها هذا هو الذي نستطيعه يا كميل الامير يقول: يا كميل القلوب اوعيه 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 مختلفه وخيرها اوعاها وخيرها اكبرها فلو تطاولت الدهور وتمادت الاعمار لم ازدد فيك الا يقينا ولك الا حبا وعليك الا توكلا واعتمادا هذه علاقتي بامامي اما علاقتي بمشروعه ولظهورك الا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك الا ترقبا فابذل نفسي ومالي وولدي واهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين امرك ونهيك اتعلمون ان هذا في زمان الغيبه هذا الكلام يرتبط بزمان الغيبه لان الذي يرتبط بزمان الظهور ياتي بعد ذلك فان ادركت ايامك الزاهره وأعلامك الباهرة إن أدركت فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى واساله ان يصلي على محمد وال محمد وان يجعل لي كره في ظهورك ورجعه في ايامك لابلغ من طاعتك مرادي الى اخر الزياره الشريفه هذا المقطع يتحدث عن مرحله الغيبه وعن مرحله الظهور وعن مرحله الرجعه في مرحلة الغيبة هذا الكلام سأقرأه عليكم فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم ازدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا هذه علاقتي مع إمامي أما مع مشروعه ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا جهادي بين يديك في زمان الغيبة قطعا المصداق الأعلى بين يدي اليماني هذا هو المصداق الأعلى ما قبل اليماني ما حدثتنا الروايات الشريفه عن جهاد اولياء صاحب الامر ان يعلنوا وان يبلغوا دين الله سرا وعلنا هذا هو الذي حدثتنا عنه احاديثهم الطاهره ولظهورك الا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك الا ترقبا فابذل نفسي هذا في زمان الغيبة فابذل نفسي ومالي وولدي واهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين امرك ونهيك هذا يعود بنا الى اهل زمان غيبته الذين هم افضل من اهل كل زمان، لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى هذا كلام امامنا السجادي مع ابي خالد الكابولي الروايه بتفاصيلها موجوده في كمال الدين وتمام النعمه لشيخنا الصدوق المتوفى سنه 381 للهجره. لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. ماذا يقول إمامنا السجاد وجعلهم جعل هؤلاء بمنزلة بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف هم لا يجاهدون بالسيف وانما جعلهم بمنزله المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاه الى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذا هو الجهاد الذي تتحدث عنه الزياره الشريفه فانا لا اشرح لكم الزياره باللغه او بما يجول في خاطري انا اشرح حديثهم بحديثهم حينما يتحدثون عن الجهاد في عصر الغيبه فانهم شرحوه لنا في هذه الروايه التي قراتها عليكم قبل قليل جعلهم بمنزله المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاه الى دين الله عز وجل سرا وجهرا ولظهورك الا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك الا ترقبا فابذل نفسي ومالي وولدي واهلي وجميع ما خولني ربي في زمن الغيبه صارت عندهم الغيبه بمنزله المشاهده فابذل نفسي ومالي وولدي واهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة هذا عصر الظهور مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك لاحظوا في زمن الغيبة لم ياتي ذكر للشهاده التي تكون بسبب القتل والقتال، لان الجهاد مثل ما شرحته لكم في الروايه عن امامنا السجادي من انهم دعاة الى دين الله عز وجل سرا وجهرا، هذا هو الجهاد المهدوي في زمان الغيبه الشريفه. الا اذا اضطر الانسان أن يدافع عن نفسه ذلك شأن آخر هذه حالة اضطرارية من هنا جاءت الروايات والأحاديث من أن الجهاد لن يكون إلا مع الإمام المعصوم هذه قضية واضحة في ثقافة العترة الطاهرة لا أريد أن أخوض فيها فهي بحاجة إلى تفصيل في القول فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فاني اتوسل بك وبابائك الطاهرين الى الله تعالى واساله ان يصلي على محمد وال محمد وان يجعل لي كره في ظهورك ورجعه في ايامك لابلغ من طاعتك مرادي واشفي من اعدائك فؤادي. ايضا هناك قتل وقتال لاننا نتحدث عن الرجعه. وهناك شهاده في مرحلة الظهور بينما في مرحلة الغيبة ليس هناك من إشارة إلى ذلك مثل ما قال إمامنا الباقر في حديث الرايات المشرقية أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر استبقاء إنه جهاد عمل تضحية المضامين واحدة في رواياتهم في ادعيتهم في زياراتهم في فتاواهم في احكام الجهاد في كل شيء منظومة واحدة الا لعنة على منهج الطوسي الا لعنة على منهج حوزة النجف وكربلاء انه المنهج الذي يمزق احاديث اهل البيت يدمر زيارات اهل البيت، ألا لعنة على ذلك المنهج القذر النجس. اتحدث عن منهج مراجع حوزة النجف وكربلاء. انه منهج التفسير عندهم، ومنهج استنباط العقائد عندهم، ومنهج استنباط الفتاوى والاحكام عندهم، ألا لعنة على منهجهم. هذا هو منهج العترة الطاهرة هذه ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما عن النبي الأعظم صلى الله عليه واله كيف بكم اذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تامروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروفا توقع الفرج صباحا ومساء توقعنا يبنى على جهه عقائديه وجدانيه تشدد رباطنا وتشدد علاقتنا وتؤكدها مع إمام زماننا الحجة بن الحسن هذا الجانب الوجداني يكون مدعما بالثقافة العقائدية التي جئتكم بمثال منها مما جاء في زيارة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه يمكننا أن نتلمس هذه الحقيقه في كل زيارات صاحب الامر وفي كل ادعيه الفرج دعاء الندبه مثلا تتجلى هذه الحقائق فيه بشكل واضح وصريح اذا كل ذلك يمثل الجهه العقائديه الوجدانيه التي على اساسها نبني توقعنا هذه الجهه الاولى الجهه الثانيه المعطيات الحقيقيه المعطيات الصحيحه التي بينها لنا محمد وال محمد في قرانهم وفي حديثهم من هنا جاءت وصيه رسول الله ان نتمسك بالاثنين معا بالكتاب وبالعتره ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي الحقائق كل الحقائق في قرانهم المفسر بتفسيرهم وليس في قرانهم المفسر بتفسير الطوسي او بتفسير الطبرسي او بتفسير الخوئي او بتفسير السيستاني او بتفسير الوائلي. هذه التفاسير تفاسير ضلال. هذه تقود اصحابها الى النار. تفسير القران عند محمد وال محمد فقط. وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم من هم الراسخون في العلم محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين المعطيات ناخذها من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم مثلما شرحت لكم الزياره التي هي زيارتهم شرحتها لكم بحديثهم الذي هو كلامهم منهج الائمه هو هذا وحينما قالوا لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا هم يقصدون هذا ان نفهم كلامهم بكلامهم ولكن ضمن الضوابط والقواعد التي وضعوها لنا لا ان تكون القضيه جزافيه من دون موسوعيه ومن دون فهم عميق في مضامين الاصول التي وضعوها لنا هم قالوا علينا الاصول وعليكم التفريع علينا ان نفهم الاصول العميقه التي وضعوها لنا في قرانهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم اذن الجهه الثانيه التي نبني عليها توقعنا المعطيات الصحيحه التي وصلتنا منهم من خلال قرانهم ومن خلال حديثهم وفقا لهذه المعطيات نبني توقعنا لا اننا ننام ونرى مناما من أي نوع من أنواع المنامات التي يراها الناس ونبني على هذا المنام التوقع الذي يحدثنا أئمتنا عن أئمتنا لا يدفعون بنا إلى المنامات أئمتنا يدفعون بنا إلى العقل وإلى العلم وهذه موازين التقييم عند محمد وآل محمد يقيمون الناس من الرجال والنساء على اساس ما عندهم من عقل وعلى اساس ما عندهم من علم. ائمتنا حين يقولون اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. الروايات علم والفهم عقل موازين الائمه هي هذه الروايات تصنف تحت عنوان العلم واما الفهم يصنف تحت عنوان العقل الدين هو هذا يدور مدار العقل والعلم المعطيات لا بد ان تكون ضمن هذا المدار وضمن هذا السياج وفقا لهذه المعطيات نبني توقعنا لا وفقا لكلام فوال هنا او فواله هناك لا وفقا لكلام جاهل يظهر نفسه انه عالم وكثيرون هؤلاء يظهرون لكم اما من الفضائيات او على الانترنت او على المنابر في المساجد والحسينيات ان كانوا يعتمرون العمائم السوداء او البيضاء او انهم لا يعتمرونها يتحدثون وقد سبقت أسماؤهم بحرف الدال دال نقطة يعني الدكتور أنا لا أفهمها كذلك أنا أفهمها بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية دتش هذه دال نقطة أنا أفهمها هكذا خصوصا أولئك الذين يظهرون على الفضائيات السيستانية والشيرازية يسبقون اسماءهم بحرف الدال هم يقصدون الدكتره الدكتور بالنسبه لي حينما اسمع كلامهم فلا اجد للدكتره اثرا اقول اذن هذه الدال تعني دتش دبنج يعني اغبى الاغبياء يعني اثول الثولان هذا هو الذي نقصده في ثقافتنا الشعبيه العراقيه حينما نقول عن شخص من انه دتشد بنك انه اغبى الاغبياء فهذه الدال هكذا تعني على الاقل من وجهه نظري دال نقطه يعني دتشد بنك هذا هو الواقع الشيعي فماذا نصنع له؟ واقع سيء واقع محبط واقع فاشل الى ابعد الحدود اعود الى كلامي من اننا لابد ان نبني توقعنا على جهه عقائديه وجدانيه وعلى جهة تمثلها المعطيات الصحيحة التي وردتنا عنهم. لا ان نبني أسس ثقافتنا الشيعية من خلال ما نأخذه من نواصب سقيفة بني ساعدة كما يفعل مراجع النجف وكربلاء كما يفعل وكلاؤهم خطباؤهم فضائياتهم كتبهم علينا أن نلتزم بقانون إمام زماننا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لانكارنا. قبل قليل حدثتكم عن علم المستقبليات وكيف يجمعون المعطيات الدقيقه لاي موضوع يريدون دراسته كي يصلوا الى نتيجه قد تكون صحيحه بدرجه مئة بالمئة أو ما يكون قريبا من هذه النتيجة وهؤلاء يعملون للدنيا وهؤلاء يعملون في كثير من أعمالهم في خدمة المشروع الإبليسي نحن ماذا عمل مراجعنا في هذا الاتجاه مراجع النجف وكربلاء اجهل الناس بامام زمانهم واجهل الناس بشؤون امام زمانهم الدليل الفضائيات المنابر الوكلاء الكتب الاجوبه على الاسئله التي توجه اليهم بهذا الخصوص موجوده على مواقعهم الالكترونيه من مرجعهم الاعلى الى مرجعهم الاسفل وقد عرضت لكم من الحقائق والوثائق عرضت الكثير والكثير من ذلك في مختلف برامجي فماذا انتم فاعلون؟ ماذا انتم فاعلون؟ هما مساران مسار التعظيم ومسار التقزيم وصار واضحا لديكم صار واضحا لديكم ما المراد من التعظيم وما المراد من التقزيم التعظيم هو مسار العقل والعلم مسار معارف محمد وال محمد اما التقزيم فهو مسار السفاهه والحماقه انه مسار مراجع النجف وكربلاء وهم يرتكسون في العيون الكدره القذره التي نهانا عنها امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اعتقد ان معنى توقع الفرج صباحا ومساء هو ادراك مستقبلي وفقا لعقيده وجدانيه ووفقا لمعطيات صحيحه هذا هو علم المستقبليات في ضوء ثقافة العترة الطاهرة وبإمكاننا أن نصل إلى دقيق النتائج لكننا ماذا نصنع مع هذا الواقع المهترئ والمخترئ من الخر إنه واقع مهترئ ومخترئ هذا الواقع صنعه لنا مراجع النجف وكربلاء منذ سنه 448 للهجره حينما اسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومه في النجف نذهب الى فاصل عن ابن اذينة قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال, قال قال لي ابو عبد الله الصادق, الصادق صلوات الله, الله عليه انك لو رايت, رأيت السفياني رايت أخبث, اخبث الناس اشقر احمر ازرق, أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم, ربي ربي ثم للنار, ولقد للنار ولقد بلغ من خبثه, خبثه انه يدفن, يدفن أم, أم ولد, ولد له الله وهي ولد حية, حية مخافة, مخافة أن تدل, تدل عليه علي الآية الخامسة والخمسون بعد البسملة من سورة الزمر والتي بعدها أيضا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أحسن ما أنزل إلينا علمُ محمد وال محمد صلوات الله عليهم في قرانهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا هو احسن ما انزل الينا واحسن ما وصل الينا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته ظهور القائم يكون رحمه على اناس ويكون عذابا على اناس اين معز الاولياء ومذل الاعداء وظهور القائم وصفته الايات ووصفته الروايات بانه سيكون بغته وهذه الايه في هذا السياق لا اريد ان ادخل في كل التفاصيل انني اتحدث بالاجمال لان وقت الحلقه قد انتهى كي اجعل ختام حديثي في هاتين الآيتين. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم كما قلت لكم أحسن ما أنزل إلينا علم محمد وآل محمد قرآنهم المفسر بتفسيره وحديثهم المفهَّم بتفهيمهم اتبعوا هذا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. انه قانون الغيبه والظهور يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون انتبهوا أنتم في أي مسار في مسار التعظيم أم في مسار التقزيم؟ إذا ذهبتم وراء مراجع النجف وكربلاء فإنكم ذاهبون في مسار التقزيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، جنب الله هو الإمام. هم يقولون لست أنا الذي أقول. يد الله، عين الله، جنب الله، وجه الله هو الإمام. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كنت لمن الساخرين، كنت أسخر من إمامي. كيف اسخر منه ان اتبع اناسا جهلاء نصاب من نصاب الشيعه على انهم نواب له وهم لا يحسنون الكلام وهم لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا عن امام زمانه ولا يعرفون اسرار شؤون غيبته وظهوره فكيف نصبهم نوابا عنه؟ هذه سخرية بإمام زماننا أن تتبعوا هؤلاء الأغبياء. أن تأخذوا دينكم من هؤلاء الحمير الذين يصعدون المنابر يمثلون أولئك السفهاء في النجف وكربلاء. هذه سخرية بإمام زماننا. القرآن هكذا يقول لكم: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. مراجع النجف هل يتبعون قران محمد وال محمد المفسر بتفسيرهم ماذا تقولون انتم؟ اخاطب الذين يعرفون الحقيقه لا شان لي بالديخيين الذين لا يفقهون شيئا اخاطب الذين يعرفون الحقيقه مراجع النجف خطباء المنبر خطباء النجف وكربلاء هل يفسرون القرآن وفقا لتفسير علي وآل علي أم أنهم يذهبون وفقا لمناهج التفسير الناصبي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مراجع النجف بالضبط يناقضون هذا المنهج بدرجة مئة بالمئة فإذا كنتم تتبعونهم فأنتم على منهجهم واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. وقت الحلقه صار طويلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله